والتوجيهات الإلهية كثيرة والمبشرات كثيرة، فمنها قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا إله إلا الله. انظر أخي الكريم، انظر هذا الوعد الكريم من الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. آيات مباركة واضحة بينة، كل إنسان يعرف معنى هذه الآية المباركة.